في وقت حرج تتبادل فيه إيران وإسرائيل الهجمات الصاروخية منذ أشهر ومخاوف غربية من برنامج طهران النووي، حذر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة الأسلحة. التقرير كشف أن طهران باتت تمتلك أكثر من 182 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي على بعد خطوة قصيرة عن مستويات الأسلحة الذرية. كانت إيران عرضت الأسبوع الماضي عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، واتخذت الاستعدادات اللازمة، وذلك خلال زيارة إلى طهران قام بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من طهران الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. دكتور حسن، هل يعني إيران تحايلت، خدعت منظمة الطاقة الذرية، تقول شيء وفي الخفاء تفعل شيئا آخر على صعيد اليورانيوم المخصب تحديدا؟ مساء الخير. لا طبعا، كل الذي قامت به إيران كان معلنا مسبقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل ما في الأمر هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول بأن نسبة التخصيب المخزون الإيراني والرقابة الدولية، الكاميرات المنصوبة في المراكز النووية الإيرانية، كلها تراجعت عن المستوى المطلوب وفق الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وهذا إيرانيا معلن، هذا ليس أمرا تخفيه إيران، لكنها تبدي في قولها أو في تهديدها الأحرى للوكالة الدولية أن هذا الاتفاق لم يجري العمل به غربيا، أمريكيا، أوروبيا. لا يوجد طرف يعني التزم بما وقع، لذلك على الوكالة الدولية أن لا تقف هذا الموقف السياسي وتندد بالبرنامج الإيراني الذي تطور بشكل معلن. يعني كل الخطوات للتخصيب عالي النسبة واحدة بواحدة كانت إيران تشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستخصب بهذا المستوى. لذلك لا يوجد الجديد، لكن الذي تريد إيران أن تتفاداه وأن يستخدم التقارير أو تستخدم التقارير التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل الولايات المتحدة والأطراف الغربية لإحداث إجماع، وهو بعيد لأن الصين وروسيا ليست معهما. طب شو بنفهم من التصريح بأنه عندما تقول إيران وعراقجي مثلا إذا أصدرتم، بقولوا للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا أصدرتم قرارا ضدنا سنرد على نحو متناسب، شو بنفهم؟ يعني هو لا يريد أن يعني تشجب الوكالة في النهاية ما تقوم به إيران، لأنه معلن ولأنه لا يتعدى الخطوط العامة للعمل السلمي في برنامج إيران الذي كانت تعمل به قبل الاتفاق النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك ويقول لها أن المرجع هو قرارات القانون الدولي ليس الاتفاق النووي، لأن يعني الاتفاق النووي غير معمول به من أي من الأطراف، وأنه إذا أصدرتم شيئا بناء على هذا الاتفاق فإننا يمكن أن نذهب أبعد من ذلك. أي أنها شو البعد؟ يعني على صعيد نسبة التخصيب مثلا؟ لا، هو المعلن إيرانيا أنه سيجري ضخ الغاز في أجهزة طرد حديثة الإنتاج في إيران، وهي أجهزة طرد تخصب بنسب عالية بسرعة 5 أو 6 أضعاف الأجهزة التي تعمل حاليا. لذلك سيجري التخصيب بنسبة عالية، أي 60% وهو المعلن، ولكن بنسب أكبر، أي العدد سيزداد وبالتالي التخصيب سيزداد، لذلك يكون لدى إيران مخزون أكبر من هل طب إيران بهذه الحالة تسابق الزمن بما تبقى، يعني عدت العدة لإمكانية يكون في تعامل قاسي صارم من إدارة ترامب مع إيران بخصوص برنامجها النووي؟ هو البرنامج النووي أساساً كان قد استخدم كورقة ضغط في الاتفاق السابق. اليوم إيران أيضاً لأن العقوبات القصوى فرضت عليها زادت من حدة وثقل
ورقات الضغط النووية، وتحاول من خلالها أن تجبر الأطراف الغربية أن تتراجع عن سياستها الناكثة للاتفاق أولا والفارضة للعقوبات ثانيا، القول لها أن إيران أيضا يدها مطلقة إن هي أرادت أن تتجه اتجاهات ربما تصليحية. وسمعنا من مستشار المرشد الأعلى السيد خرازي الذي لا يتكلم كثيرا لكن حاور في المرحلة الأخيرة صحفيا، قال في كلامه أنه إيران ربما إن وجهت لها تهديدات رئيسية ستعيد النظر في عقيدتها النووية، ويفهم من ذلك أنها ستتجه إلى التسليح. هذا جزء من بس هذا التوجه يعني نحو التسليح ممكن يعتبره الغرب تجاوز لخطوط حمر مثلا خاصة الولايات المتحدة، وقد ينجم عن مثلا مواجهة مباشرة. وانت بتعرف اسرائيل من 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 فتره يعني تحرض لضرب هذا البرنامج، هل هذا ممكن يعني؟ طبعا هذا يعني انت تدخل في خانه السيناريوهات المستقبليه، وهناك عده سيناريوهات ترسم. يعني هناك تسابق، ان كان هناك قرار ايراني، حتى الان لا يوجد هكذا قرار كما يبدو، ايران تهدد فقط لتردع الاخر، لكن ان اتخذ القرار سيجري سباق، هل تستطيع الولايات المتحدة إيقافه أم هل تستطيع إيران أن تسبق الولايات المتحدة وحلفائها منها إسرائيل في إنتاج ما تريد إنتاجه؟ هذا يعني مكفول لي، يعني هناك سيناريوهات عدة يمكن رسمها، لكن القضية هي الإرادة للاتجاه بهذا المنحى. حتى الآن لم يجري اتخاذه، وإيران تحاول، ما زالت تحاول أن تستخدم البرنامج النووي كورقة ضغط للضغط على الأطراف الغربية للقول بضرورة أن تمثل لما كانت مثلت له في الاتفاق النووي، أو أن تعود للحل الدبلوماسي بدل التصعيد من خلال العقوبات وغير ذلك. هذا هو المنح الأعم الأغلب على خطاب إيران. لكن طبعا كما قلت يعني الأمر ليس اليد الواحدة لا تصفق كما يقال، والأمر ليس بيد إيران فقط. الموقف الأمريكي، الموقف الأوروبي، والسياسة الإسرائيلية العدائية كلها يعني تفتح أبواب لنقاش سيناريوهات في طهران. اليوم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في النقاش العام على المستوى النخبوي وعلى المستوى العام يعني في بين الناس. كلام عن أنه لماذا عندما يعني تفرض علينا هكذا عقوبات، عندما تهاجمنا دولة مسلحة نوويا كإسرائيل لماذا لا نتسلح نوويا؟ هذا الخطاب لم يكن في المنحى العام الإيراني مطروحا، اليوم هو مطروح. ولذلك تسمع رسميين كمستشار للمرشد الأعلى، يعني أفهم من كلامك أن إيران تقول أن إيران مدام إسرائيل دولة فيها سلاح نووي فمن حق إيران أيضا أن يكون لديها سلاح نووي. هذا مكفول اساسا في ميثاق الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. هناك انه ان وجه تهديد وجودي لدوله ما فيحق لها من خلال برنامج نووي ما، يحق لها ان تتجه لموازنه ذلك التهديد. يحق لها بس مش يعني مذكور صراحه سلاح نووي؟ طبعا لا يوجد سلاح نووي، لكن موازنة التهديد النووي، إحداث إمكانية لموازنة السلاح النووي، يفهم منه على الأغلب أنه أن تتجه إلى موازنته بالحصول على مقدرة نووية أي سلاح نووي أمام ذلك التهديد. وهو ما كرره كما قلت السيد خرازي في حواره. طب أنا معي أقل من دقيقة، هل إيران هيك تتهم الطاقة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه تضلل الفريق الذي يأتي ليفتش ولا تفتح يعني للفريق المؤسسات أو المنشآت بنصف دقيقة؟ طبعا هو أساسا إيران باعت الشفافية وأخذت رفع العقوبات. عندما فرضت العقوبات مرة أخرى، إيران قلصت الشفافية بإغلاق بعض الكاميرات، وهي تقول صراحة ذلك. نعم. أنه لا يوجد اتفاق، إذن لا يوجد شفافية. شكرا. كما في السابق، إن أردتم الشفافية عليكم العودة لما تعهدتم به. شكرا لك من طهران الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، شكرا لك.